السلام عليكم اختي. عليكم السلام. انت كنتي دايزه من هنايا؟ كنت دايزه. شنو وقع؟ بقاو فيا ولادي بغيت ندوي. علاش بقات فيا؟ يعني محقورين. ها هو دري دوا معاهم قال لهم غير ما تدفعوش لمراه هزوه في الصطافيط. علاش زعما؟ علاش؟ علاش زعما؟ حتى دواق على مراه؟ واش انت كنتي دايزه ولا خارجه على؟ خارجه معاهم يعني مداره سلميه يعني ما كاين لا مضاربه لا والو. ما كاين لا مضاربه لا والو. وقع من بعد؟ هزوا المراه قالوا له سيري الدري غير قال لهم ما تقيش المراه هزوه في الطابيط. علاش زعما؟ علاش؟ علاش دابا اللي دوى على حقه ما كيتسمى ما مزيانش؟ اللي دوى على حقه كيتسمى ما مزيانش. واخا شنو الرساله اللي توصلي لهم اليوم الا كنتو تشوفوا فيك الحكومه؟ بغينا حقنا. أو وزير الصحه. حقنا حق في الصحه، حق في التطبيب، يعني بغينا حقنا، يعني ما كنطالبوا حتى شي حاجه. يا اما يديروا لينا شي ولا يحلوا لينا الحدود نمشيو. خدامه طلبوا منك جواز تلقيح. طلبوا لي جواز تلقيح، يا اما جواز تلقيح يا اما ما تدخليش. وشنو نقج راسي؟ ما درتي لا جرعه الاولى؟ لا درتها، ولكن درت الاولى تحتمت عليا الخدمه. أه. انا عندي امي مريضه، عندي يعني مسؤوليه، يعني نعيشوا من هذا الماكل هذه الخدمه هذه، يعني اشنو زعما؟ تنشوف في عينك البكاء. تحقرنا في هذه البلاد بزاف، يعني كتشوف شي حوايج هاي كلشي كيزيدوا عليك. علاش زعما؟ علاش؟ علاش؟ انت اللي هزه والديك؟ هزاهم انا. يعني الوالد الله يرحمه، يعني كاينه غير انا والوالده، يعني الا ما خدمتش انا ما غاديش. هالدموع ديالك، الدموع ديالك. الحقره يعني تحقرنا بزاف. تحقرنا. والدينا تقمعوا ويزيدوا يقمعوا فينا. علاش؟ واخا شنو تقولي لوزير الصحه اللي تيشوفك الان مباشره؟ يشوف فينا بعين الرحمه. انا ما بغيت والو. يحن في الدرويش. راه كاين الاغلى. انا نقول عندي واحد اخر ما عندوش. كاين واحد راه عنده، واحد ما عندوش. واش انت تخلعتي من دوك التصريحات ديال هذا مات هذا دار؟ راه بزاف وناس قدامي داروا الجرعه الاولى والثانيه وزادوا الثالثه ماتوا. كاين اللي ما تشلل، كاين اللي عمى ما بقاش كيشوف، كاين اللي زحف بزاف، كاين اللي زحف. دري انا كنعرفو زحف. يلا مختبر العمر 24 عام، حسبي الله ونعم الوكيل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.